مجلة أمريكية وقالت إنه ممارسة الرياضة بشكل منتظم من أقل حاجة يعني ساعة وربع لساعتين ونص أسبوعيا بتقيق من أمراض كتير جدا، وعدم ممارسة الرياضة ممكن يؤدي للوفاة نتيجة طبعا أمراض في القلب والشرايين. فيعني أبسط حاجة إنه لو أنت حتى مش بتروح الجيم، لو أنت مش بتعمل رياضة، إن أنت يوميا 10 دقايق مثلا رياضة يوميا على الأقل. يوميا اللي هي يعني الدراسة أكدت إن إحنا لازم أقل حاجة في الأسبوع مثلا من يعني 10 دقايق اللي هي الاسبوع بتاعنا من ساعه وربع لساعتين ونص على مدار الاسبوع. بالظبط يعني يا جماعه الحاجات دي كلها ممكن فعلا بتقينا من امراض كتيره جدا، يعني ممكن امراض القلبيه لا قدر الله، كمان عندنا مشاكل الضغط، وكمان امراض منها السكري.